بس لهلا ما قلت لي ليش بدك تترك الشغل؟ بصراحة يعني مثل ما بتعرف أنا صار لي متغرب عن حارتي وبيتي وحرمتي 3 سنين واشتقت لهم كثير وصار لازم إني أروح وشوفه. إذا هيك الحق معك، كمان حرمتك الحق عليك. ماشي يا بكري، اقتنعت من كلامك. إمتى ناوي تروح؟ والله بصراحة يا عمي أبو جواد يعني أنا ما عم برضى أسافر لحتى تأمن شغيلة، ما حلوة أتركك هيك وأمشي دغري. لا تاكل همي، انا بدبر حالي وان شاء الله بتروح وبتوصل بالسلامه. بس ما قلت لي امتى ناوي. يعني اذا ما عندك مشكله مشان الشغيل من بكره الصبح بتيسر ان شاء الله بالسلامه يا رب. بصراحه يا عمي ابو جواد والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس يعني عازز علي كثير فراقك، بس شو بدي ساوي؟ مضطر، هي حال الدنيا. بتمنى لك التوفيق يا ابني بكل خطوة بتخطيها، وانت اللي حتضل ببالي على طول لانك كنت انسان شاب وشغيل وجدع ووضعي. وامتى ما حبيت ترجع للشغل محلي وقلبي وبيتي مفتوح لك. الله يخلي لي اياك يا رب. يلا توصيني بشيء. ايه شفيق رح يسافر معك لربط طريق، تتونس انت وياه. كمان هو الثاني مشتاق لأهله وعياله. شو عليه؟ نتسلى سوا. اسمع يا ابني، لك عندي 3 نصايح بدي اياك تحطهم حلقة بيدك وما تنساهم بنوب. هات لشوف عم يبجوا. تمشي بالطريق اللي بتعرفه حتى لو كان طويل، وإياك تمشي بالطريق اللي بتجهله حتى لو كان قصير، لأنه ممكن تتجنب كتير مشاكل، واللي بتعرفه أحسن من يلي بتتعرف عليه. هاي حفظتها. والنصيحة الثانية؟ النصيحة الثانية يا ابني، بالعجل الندامة وبالتأني السلامة. إياك تتسرع بقراراتك، لأنه لما بتتأنى بالقرار اللي بدك تاخده بيكون في حكمة أنت عم تتبعها. والله شوقتني. والنصيحة الثالثة؟ هون حتى الجمال يا بكري. النصيحة الثالثة يا ابني، بهذا الكيس في رغيف خبز، قد ما جعت بالطريق إياك تاكله. هذا الرغيف بتاكله أنت وحرمتك، بس بدي إياك تكون مبسوط أنت وعم تاكله، لأنه ما رح تعرف قيمته للكيس هاد غير بعد ما تاكله يا ابني. شو تاكل هذا الرغيف انت مبسوطة؟ خلاص، وما باكله غير أنا وحرمتي. وهي أنا رح أربطه وإياك تفكوا على الطريقة. يا أعوذ بالله معلم. شو؟ خلاص ما باكله غير أنا وحرمتي. كتير بدي أزعل منك إذا دريت لا إنك فتحت هذا الكيس على الطريق. بأمرك. تفتحوا قدام حرمتك. أمرك. جميل. الله يسلمك. لح استفدك يا بكري. وأنا كمان عم يرجوها. دير مالك على حالك أماني. يلا. خاطر. وأنا عم بستناك. السلام عليكم. قسما بالله العظيم هالمشوي بتهد الحيل. والله بس بتعرف والله مالي مصدق إمتى نوصل. معك حق، معك حق. شبك ليش وقفت؟ عم فكر نروح من هذا الطريق، شو رأيك؟ ليش أنت بتعرفه لهذا الطريق؟ لا والله ما بعرفه، ماني مجربه، بس في ناس قالوا لي إنه هذا الطريق أقصر من هذا الطريق. تمشي بالطريق اللي بتعرفه حتى لو كان طويل، وإياك تمشي بالطريق اللي بتجهله حتى لو كان قصير، لأنه ممكن تتجنب كتير مشاكل، واللي بتعرفه أحسن من يلي بتتعرف عليه. شو قلت؟ لا لا، أنا بدي أروح من الطريق اللي بعرفه. لك شو بنا يا زلمه، اللي راحوا قبلنا كلياتهم قالوا لي هذا بيوفر علينا تعب، بيوفر علينا جهد، امشي روح منه. لك شو بنا شفيق، خلص عم اقول لك انا ما بدي روح غير من الطريق اللي بعرفه، يا اخي انت بدك تروح روح. مثل ما بدك بكري، بتراهن اني روح وصل قبلك انا؟ لا اله الا الله، ما بدي راهن، خلص روح. سلام عليكم. وعليكم السلام.
وين صوت الاوراق؟ شفي؟ لك شوفي شو ظهر؟ هجموا علينا قطاعين الطرق، قتلوا كل العالم اللي ماشيين قدامي، انا نفذت حماية رب العالمين ما بعرف شلون، لك قالت لي ما رحت من طريق ما بعرفه. لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص الحمد لله على سلامتك. شفت اللي ما بيسمع كلامي اللي بيحبوه شو بيصير فيه؟ اي والله انت معلمي وتاج راسي، قل لي موت بموت، قل لي عيش بعيش، شو بدك نساوي؟ خلص بعيد الشر عنك، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ امشي لجبوت امشي، الحمد لله انك بخير. يا سلام، هذا كله مشاني؟ لك طبعا مشانك، ليش عندي اغلى منك، انت كل اهلي، ما بكفيك اليوم عم تشق علي وتنام عندي؟ لك يخلي لي اياك يا فكريه، الله لا يفرق بيناتنا غير الموت. امين يا رب امين. ولك كمان عم بينام عندك يا باطل، يا باطل عليك يا فكريه، والله حتى اشرب من دمك ودمه. بالعجل الندامة وبالتأني السلامة، إياك تتسرع بقراراتك، لأنه لما بتتأنى بالقرار اللي بدك تاخده بيكون في حكمة أنت عم تتبعها. بعدين فكري قبل ما تعمل وطاني بيكي. بشير ابن حماي، الحمد لله يلي ما تسرعت. كتر خيرك يا معلمي أبو جوهان على هالنصيحة، كتر خيرك. شحو سالم غالي. بكري لك. ايه بكري، الحمد لله على السلامة. لك الله يسلمك. لك اشتقت لك بكري، اشتقت لك كثير. وانا كمان كثير كثير. لك عليانة يا بني ربك، معناك ايه؟ لك ما سمعت طبشة الباب شلون فتت؟ أنا بصراحة يعني فتت لهون وطلعت هيك لقيتك حاطة صفرة، وفجأة اندق الباب، قامت خبيت بالحمام وسمعتك وقت رحت فتحتي لأخوكي ورجعتوا لهون، كنت قاعد عم تسمع عليكم. ولا شك عملها. لك شو ليش؟ حبيت أعمل لك إياها مفاجأة، بس أنت كثير حبيبي. لك أحلى مفاجأة بالدنيا كلياتها. لك يا عمري أنت. الحمد لله على سلامتك صغري. الله يسلمك يا ربي، خلي لي اياك يا ابن حماي، الله يوفقك، والله انك ارجل زلمه بالعالم كلياته وبنشد الظهر فيك. ابن عمي ايه بشرفك، ما اشتقت لاكلاتي. لك شو اشتقت؟ كذبت علي هون، طول الوقت قاعد عم فكر فيك وباكلاتك. لك دخيل ربك انا. ايه عود ابن عمي، عود لجيب لك صحن. يلا يا ربي. هذا اكل. بسم الله الرحمن الرحيم. طمني صغري، ان شاء الله توفقت بهالسفره. والله يا بشير كانت سفرة بالجنة، وغير هيك الله طعمني معلم اسمه أبو جواد، كل أهالي الحارات وكل الناس بتحلف باسمه قديش هو معدل وأبضاء. يا عيني لكان إن الاسم ليسري. إيه والله رح أسكب لك من هي تقبرني دقة وادعي لي. إيه والله حاكم جوعان كتير، وغير هيك اشتقت لطبخاتك الحلوة. الله يخليك. تاكل هذا الرغيف أنت مبسوطة؟ خلاص ما باكله غير انا وحرمتي. لحظه، في وصيه وصاني اياها عمي ابو جواد، هي الوصيه الثالثه. وصيه شو؟ اعطاني رغيف خبز
هذا رغيف خيف تحي وقال لي ما بتاكلوا غير انت وحرمتك وبتكونوا مبسوطين وانا لازم نفذ له هي الوصيه اللي قال لي عليها. تحي لنشوف. سبحان الله. أكيد قالين علي الرغيف والخبز لأنه أعطاك يا في بركة يا شايفة قديش منيح؟ هات لك دقيقة شو ها؟ فت ما تفتفى؟ والله تفتفى فتفت كله ما كله شوفي شو هاد تحي بشوفه شو ها؟ شو هالخمسات هدول؟ مليانين ذهب هدول ابن عمي؟ ذهب؟ الله أكبر ما في غيره ما في غيره معلمي ابو جواد قلت لك زلمه قبضاي ومعدل عاطت لي ده يعني هدول الذهبات كلهم قلنا ولك ايه ايه لك فكري هدول الذهبات قلنا لك شفتي شفتي قديش الله كبير لك اللي بيصبر بينال الله يهنيكم الله يهنيكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين